السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورة جديدة وبسيطة في القناة خاصة بتعلم بايثون مع قواعد بيانات من نوع SQL Lite 3. وكيف سنتعرف في هذه الدورة إن شاء الله كيف تتعامل مع قواعد بيانات من نوع SQL Lite 3 باستخدام بايثون من الهاتف. أوكي، أول شيء نحتاج إلى تطبيقين. التطبيق الأول الذي سنقوم بكتابة أكواد بايثون عليه والمعروف بايثون 3، وسنحتاج كذلك هذا التطبيق الخاص بقواعد بيانات سيكوال لايت اسمه سيكوال لايت إديتور. أوكي، ستجدون روابط هذه التطبيقات في صندوق الوصف. أوكي، إذن أول شيء نقوم بالدخول إلى تطبيق بايثون 3. أوكي، وسنقوم هنا بفتح ملف خاص بهذه الدورة اسميته سيكوال لايت. أوكي، سأقوم بحذف هذه الأمور حتى أقوم بإعادتها من جديد. أوكي جيد. أول شيء يجب أن نقوم بتثبيت موديل اسمه SQLite 3 يعني عبر بيبونا، ثم نقوم بكتابة SQLite 3 ونقوم بعمل انستال. أوكي، يعني أنا قمت بتثبيت الموديل مسبقا. أوكي، ثم نقوم باستدعائه عبر امبورت SQLite 3. أوكي، أول شيء سنقوم بعمل كونكت تو داتابيز. أوكي، إذا قمت بالخروج والدخول هنا إلى هذا التطبيق، كما ترون هنا ليس لدي أي قاعدة بيانات. اوكي جيد. اذا ساقوم بانشائها انطلاقا من بايثون. اوكي، اول شيء هنا يعني نقوم كما قلت لكم باستدعاء الموديل سيكوال 3، ثم نقوم بانشاء مثلا هنا متغير بهذا الشكل sqlite3.connect. سنقوم بعمل كونكت لقواعد البيانات. اذا لم تكن القاعدة البيانات موجودة سيتم انشاؤها ثم عمل معها كونكس، واذا كانت موجودة فسيتم عمل كونكس معها مباشرة. هنا سنقوم باعطاء اسم مثلا لقاعدة البيانات، نعطي اسم student بهذا الشكل، ثم يعني extension database يعني امتداد database. اوكي، الى هنا يعني بهذا السطر قمت بعمل كونكس او انشاء ثم كونكت للداتابيز التي اعطيتها اسم students. ثم هنا ساقوم مثلا بطباعه ميساج، مثلا اذا تم انشاء العمليه بنجاح يتم كتابه مثلا opened database. اوكي، يعني سكسيفيل يعني تم يعني فتح قاعدة البيانات بنجاح. ثم أقوم بعمل سيف، ثم أقوم بالتشغيل. كما ترون تم إظهار ميساج وبند داتابيز سكسيفيل، وهذا يعني أنها يعني تم إنشاء قاعدة البيانات. أوكي، هنا سأقوم فقط بإغلاق هذا التطبيق ثم فتحه مجددا بهذا الشكل، وسترون أنه تم إنشاء قاعدة بيانات سيدنس داتابيز. سأقوم بالدخول إلى قاعدة البيانات. قاعدة البيانات لا تحتوي على أي شيء. إذا يعني أول خطوة قمنا بإنشاء قاعدة بيانات وعمل كونكس معها. أوكي، ثاني خطوة أننا سنقوم بعمل كرييت تابل، يعني سنقوم بإنشاء جدول داخل قاعدة البيانات التي سيتم وضع بيانات بداخلها أو وضع داتا بداخلها. أوكي، يعني أي شخص ليس له دراية بقواعد البيانات فالقناة تحتوي على فيديوهات شرح ما هي قواعد البيانات، ماذا نعني بقواعد البيانات، كيف تنشئ قواعد البيانات، يعني حتى تفهم قواعد البيانات ثم تابع هذه الدورة حتى تفهم على ماذا نتحدث. اوكي، يعني الداتا بيز تحتوي على عدة جداول، كل جداول تحتوي على داتا معينة. اوكي، اذا اول شيء سنقوم بانشاء جدول انطلاقا من بايثون. اوكي، سأقوم بالخروج بهذا الشكل. يعني ثاني خطوة وهي create a table. جاي اوكي، لانشاء تابل نقوم باستدعاء المتغير كونكس او كون، يعني اعطينا اسم كون بهذا الشكل، ثم نقوم بعمل اكزيكيت بهذا الشكل، ثم نقوم هنا بكتابه اكواد سيكوال. اكواد سيكوال اوكي، دعوني اقوم بوضع هكذا. هنا نقوم بكتابه كرييت تابل. اوكي، يعني هذه كواد بلغه سيكوال. اوكي، كرييت تيبل متى سنعطي اسم مثلا سيدنت بهذا الشكل. اوكي، ثم نفتح قوسين هنا لكي نقوم باعطاء يعني حقول خاصه بهذا الجدول. اوكي، مثلا اول حقل فليكن باسمي مثلا
هيدي مثلا نوعه مثلا انتيجر، هيدي فليكن مثلا هو انتيجر. انتيجر يعني انتيجر يعني يتكون من ارقام. اوكي، ثم سيكون كذلك بريماري كي، يعني انه يكون يونيك، يعني يكون انه رقم لا يتم تكراره. اوكي، ثم نوت نيل، يعني ليس يجب ان يكون فارغا. اوكي، يجب ان يكون يعني هذا الحقل يعني ممتلئ. اوكي، ممتلئ او يكون يعني ليس فارغا. اوكي، نوت نيل. اوكي، ثم هنا سنضع فاصله، ثم ساقوم بادخال مثلا حقل اخر، مثلا سنقوم باعطائه نيم. النيم يعني نوعه تكست، لانه يكون بحروف وهذه الامور. ثم كذلك نوت نيل فاصله، ثم مثلا اخر حقل فليكون مثلا ايج، مثلا انتجر لان العمر يكون ارقام، ثم نوت نيل بهذا الشكل. اوكي، ثم هنا نضع نقطة فاصلة، هنا نقطة فاصلة، ثم نقوم هنا بإعادة غلق بهذا الشكل. جيد. اوكي، يعني create table student، اسم الجدول، و student يحتوي على 3 حقول، ال id وال name وال age. ال id يعني عبارة نوعه integer، ال name نوعه text، وال age نوعه integer. not nil not nil not nil، لكن في الاي دي يعني primary key، يعني انه مفتاح، مفتاح يعني لا يتم تكراره ابدا. اوكي، جيد. الان قمنا بانشاء هذا الجدول، وهنا سنقوم بوضع برانت، يتم طباعة مثلا ميساج للنجاح. table created successfully. اوكي، يعني ان الجدول تم انشاؤه بنجاح. نقوم بعمل سيف. الان ساقوم بالتشغيل، وسنرى ما الذي سيحدث. يعني الرساله الاولى انه تم عمل يعني كونكت مع الداتابيز، والرساله الثانيه على ان تم هذا الجدول عمل له كرييت بنجاح. اوكي، سنقوم بالذهاب الى التطبيق هنا، وسنرى فعلا تم، كما ترون فعلا تم انشاء الجدول ستودنتس، كما ترون الجدول ستودنتس. اذا قمنا بالدخول اليه، كما ترون فعلا لدينا هنا 3 حقول، id name age. اوكي، جيد. لكن هذا الجدول فارغ، سنقوم باملائه بداتا، يعني سنقوم بادخال داتا لهذا الجدول. جيد. اوكي، سنقوم بالعوده هنا، هنا ساقوم بعمل هذا كله ككومنت. بهذا الشكل، ثم هنا نجمة، ثم هنا نجمة بهذا الشكل. اوكي، سنقوم بحذف كل هذا. اوكي، جيد. الان سننتقل الى يعني العملية الثانية، وهي انسيرت، يعني نقوم بعمل انسيرت للداتا لهذا الجدول. اوكي، اذا سنقوم هنا بحذف هذا، ونقوم بكتابة answers data. اوكي، جيد جدا. اذا هنا نقوم بكتابة connect dot execute بهذا الشكل، ثم نقوم بفتح القوسين، ثم نقوم بكتابة اكواد خاصة ب يعني ب بسيكوال answers. اوكي، انتو يعني الجدول قمنا باعطاء اسم students، يعني قم بادخال يعني الى جدول السدنت هذه البيانات. اوكي، ثم هنا نقوم باعطائه الحقول التي نريد ان نقوم بادخالها. لدينا حقل الاي دي، ولدينا حقل النيم، ولدينا حقل الايج، يعني هذه الحقول التي لدينا. ثم نقوم بكتابة هنا فاليو، يعني القيم. قم بادخال في هذه الحقول هذه القيم، يعني فاليو. اوكي، ثم نقوم بفتح قوسين، نقوم بإعطاء القيم. مثلا سأقوم بإعطاء مثلا الـ ID 1،
والاسم مثلا فليكن مثلا حفيظ، ثم أقوم بالإغلاق، ثم فاصلة، والعمر مثلا 26 بهذا الشكل. أوكي، ثم نضع هنا نقطة فاصلة. أوكي، مثلا أنا قمت الآن بإدخال داتا واحدة فقط، إذا أردت أن أقوم بإدخال داتا أخرى أقوم بنسخ هذا السطر كوبي، ثم أقوم هنا بإعادة له بوست، هنا سأقوم بتغيير 1 إلى 2 مثلا، سأقوم بإدخال مثلا علي، سأقوم بإعطائه مثلا هنا 30 مثلا. جيد، اوكي، ثم اقوم باضافه هنا هذه الفانكشن دوت كوميس، ثم هنا كونكت دوت كلوز، يتم اغلاق حين يتم تنفيذ هذه الامور يتم الاغلاق. اوكي، اذا ساقوم هنا بعمل سيف، هنا فقط تقوم مثلا بكتابه برانس مثلا ريكورد، مثلا ريكوردز كرييتد، ان يعني الريكوردز او يعني البيانات او الداتا تم او السجلات تم ادخالها بنجاح. ثم اقوم بعمل سيف. اذا دعونا نقوم بالتشغيل، يقول انه يعني 26، هناك خطأ في 26. اوكي، حلو. answers and to students id name age value 1 26. يعني هنا يقول خطأ. اوكي، فاليو دعنا نتأكد هنا من الاتش الاي دي والنيم والاتش Answers and students ID name age value 1 حفيظ. اوكي يا اخوان، هنا يجب ان اقوم بغلق القوس هنا، وكذلك هنا يجب ان اقوم بغلق الاقواس بهذا الشكل. اعمل سيف ثم تشغيل. اوكي جيد، records created successfully، يعني تم انشاؤها بنجاح. دعوني الان اقوم بالخروج، ثم كما ترون يعني قام بكتابة هنا 2، يعني تم إضافة يعني records، يعني حفيظ 26 سنة وعلي 30 سنة. أوكي، يعني كما ترون قمنا بعمل أنسيت للداتا انطلاقا من بايثون إلى قواعد بيانات سيكوال لايف 3. أوكي جيد. أوكي، الآن سنقوم بعمل يعني operation أخرى أو عملية أخرى، وهي select للداتا، يعني سأقوم بتحديد داتا من الجدول باستخدام بايثون. اوكي، اذا دعوني اقوم بحذف كل هذا بهذا الشكل. سنحتاج يعني الكوميت مع كذا، هنا ساقوم بتحويلها الى سيلكس. نحن نقوم باستخدام الكرود، يعني كرييت ابديت ريد وديليت، يعني ريد تعني هي سيلكس، وكرييت تعني هي انسيرس، و ابديت تعني تعديل، وديليت تعني حذف. اوكي جيد، يعني انسيرس تعني اضافه، والريد او سيلكت تعني تحديد او اظهار. اوكي جيد، لكي نقوم باظهار داتا معينه. اوكي، فسنقوم هنا بانشاء مثلا كيرسر، يعني متغير اسمه كيرسر،
يساوي مثلا كونكس دوت اكزيكيت، ثم نقوم بكتابة هذا الكود الخاص ب سيكوال سيلكس مثلا اي دي يساوي 1، يعني قم بتحديد الريكورد الذي الاي دي الخاص به يساوي 1. اوكي ومثلا دعونا نقوم بإظهار جميع الريكوردز. اوكي دعونا نقوم بإظهار جميع الريكوردز. اوكي يعني سيلكس اي دي فاصلة نيم فاصلة الاتش، يعني قم بإظهار هذه الحقول، يعني فروم يعني انطلاقا من هذا الجدول مثلا سيدنت بهذا الشكل. اوكي ثم نقوم باستخدام هنا فور مثلا رو ان كرسر. اوكي يعني هذا الكرسر هو يحتوي على الداتا. اوكي وهنا في الفور سنقوم بتحديد كل رو بمفردها، يعني سنقوم بتحديد كل داتا بمفردها. اوكي يعني وسيتم هذه الداتا اظهارها يعني بالاي دي والنيم والايدج انطلاقا من الجدول سيدنس. اوكي يعني قم بطباعه برانت مثلا الاي دي يساوي الشكل، ثم هنا فاصله الرو يعني صفر، يعني الاي دي هو يعني ياخذ الاندكس صفر لانه اول حقل. اوكي برانت كذلك للنيم يساوي بهذا الشكل، ثم فاصله الرو واحد لان الحقل النيم ياخذ الاندكس واحد. سأقوم بنسخ هذا فقط لكي لا نطيل عليكم، ثم أقوم هنا بإعداد هذا وأقوم بتغيير إلى الإيدج. سأقوم هنا بتغيير إلى 2. أوكي أقوم بحذف هذا السطر لأنه بهذا الشكل، أقوم كذلك بحذف هذا السطر. اوكي سنقوم بعمل سيف. الان اذا قمنا بالضغط كما ترون قام بجلب البيانات من قواعد البيانات، يعني الاي دي واحد النيم حفيظ الايج 26، ثم قام بجلب الريكورد الثاني الاي دي 2 علي 30، يعني كما ترون قام بجلب هذا السطر الاول ثم بجلب السطر الثاني بهذا الشكل. اوكي يعني هنا قمنا بجلب جميع الداتا اوكي بهذا الشكل. اوكي يعني اذا اردت ان اقوم بجلب مثلا داتا معينة قم بإضافة هنا وير سيلكس اي دي نيم ايج يعني هنا نقوم بإضافة وير يعني بتحديد شرط وير مثلا الاي دي يساوي 2 مثلا نقطة فاصلة، ثم نقوم بعلم السيف. كما ترون قام بجلب الداتا التي على الاي دي الخاص بها هو 2. اوكي يعني اويرت وير تعني شرط، قم باضافه شرط. اوكي يعني الان قمنا ب عمل سيلكت للداتا، يعني الان سنقوم بعمل ابديت يعني تعديل للداتا. اوكي سأقوم بحذف كل هذا ثم قم بتغييره الى ابديت. ابديت وتعني تعديل، قم بتعديل مثلا في داتا معين. اوكي اذا كونكت اكزيكيت بهذا الشكل، ثم نقوم هنا بعمل ابديت سيدنت في الجدول الذي اسمه سيدنت سيت. اوكي الان اقوم بتحديد له ماذا اريد ان اقوم بتغييره، مثلا سيت النيم، ساقوم بتغيير النيم الى مثلا محمد. اوكي لكن هنا يجب ان احدد له الريكورد الذي اريد ان اقوم بتحويل الاسم الى يعني الاسم الى محمد. اقوم باضافه هنا وير عفوا هكذا
نقوم بهذا فهذا كذا، وهل يعني يقوم بتحديد الشرط، وهل إذا كان الـ ID مثلا يساوي 1، ثم أقوم بإغلاق بهذا الشكل. أوكي جيد، ثم أقوم بعمل print مثلا update تم التعديل بنجاح، ثم هنا كونكس دوت كوميت بهذا الشكل. اوكي يعني هنا قلت له يعني قم بعمل تعديل في جدول السيدنت، حيث قم بتغيير النيم الى محمد في الداتا او في السجل الذي الاي دي الخاص به هو واحد، يعني وكما ترون الاي دي الذي الخاص به هو واحد وحافظ، اذا سيتم تغيير حافظ الى محمد. اوكي جيد، تقوم بالتشغيل يعني جيد، ليست هناك اي خطا. اذا قمت بالدخول هنا قمت بالخروج ثم بالدخول من جديد، تم تغيير محمد الى حافظ، ام حافظ الى محمد. يعني ممكن ان اقوم بتغيير النيم، سواء النيم سواء الايج، لاي داتا اريد فقط انطلاقا من الاي دي. اوكي جيد، يعني الان تعرفنا على الابديت. الان سنتعرف على اخر عمليه وهي الديليت الحذف. اوكي سنقوم بحذف داتا، ديليت داتا. اوكي فنقوم هنا بتغيير ابديت الى ديليت. اوكي يعني هذه اكواد خاصه بالسيكوال، ديليت سيدنس، هنا نقوم باضافه فروم، يعني نقوم بحذف انطلاقا من جدول السيدنس. هنا نقوم بحذف كل هذا لاننا لن نستخدمها، سنقوم باستخدام الوير فقط. يعني الاي دي اذا كان يساوي 2، قم بحذف السجل الذي هو الاي دي الخاص به يساوي 2، هنا مثلا سنقوم باعطاء رساله ديليت بهذا الشكل. اعمل سيف، تشغيل، ليست هناك اي خطا. اذا قمت بالخروج فلن اجد السجل الذي الاي دي الخاص به هو 2. اوكي لانني قمت بحذفه انطلاقا من بايثون. اوكي هذا ما في الامر يا اخوان، يعني هذه دوره بسيطه على كيف تتعامل بقواعد بيانات انطلاقا من بايثون، يعني قواعد بيانات من ناو سيكول لاي 3. وهذا مهم جدا لانه اذا اردت ان تقوم بانشاء مثلا تطبيق ديسكتوب، وكيف انت تحتاج الى قاعده بيانات، والسيكول لاي 3 هو الحل الافضل. يعني انت تتعلم مثلا كيف تقوم بانشاء واجهه مثلا باستخدام بايكوتي 5 او تكانتر، اوكي ثم تقوم بربط مع قاعده البيانات بانطلاقا من سيكول لاي 3 لكي تقوم باضافه البيانات، حذف البيانات، تعديل البيانات اذا اردت ان تقوم بتصميم تطبيق ديسكتوب بلغه بايثون. اتمنى ان تنال اعجابكم هذه الدوره، ولا تنسوا الاشتراك، والى اللقاء.